السلام عليكم لكل متابعي صفحه اشتر 24. اشكركم دائما على حسن المتابعه. معي الان التلاميذ اللي اجتازوا امتحان البكالوريا علوم انسانيه. خويا انتم اول وحدين خرجتوا تبارك الله عليكم. بعد ما عندي ما نسالكم كي دوزتوا داك الشيء وكجاكم الامتحان اليوم؟ الحمد لله داك الشيء كان في المتناول ديالو يعني اللي حافظ شويه راه كيخرج شويه واللي ما حافظش راه يعني كيبغي يتبدا ينقل داك الشيء يعني كتكون الاساتذه شويه مزيرين شويه علينا فهمتي حتى المدير شويه مزير علينا وداك الشيء دات في المتناول يعني الحمد لله على كل حال ورضات الوالدين ياك. خويا اش نقول لك حطوا لنا واحد الاسئله وملك الموت وما يسولكش عليهم اخاي وحق الرب وهذاك الشيء بحال داز السجون ديال امريكا بحالك الله يمسخك واك الدور كله كيجي يوقف عليك واحد على الصلكيلات ما كتبغى يجي الصل الكيلات حنا الوديه ابو الكيلات الحمد لله داك الامتحان دازو هذاك واخا بالاسئله تفاجئنا فيهم ما كناش عارفين المهم خدمنا فيه شويه كنتمنى يا ربي نجيبو شي نقطه زوينه ولا سجل حرصونا مزيان يعني ما خلات شي واحد زيروا علينا فوق القياس وكنتمنى يا ربي يسهل علينا يا ربي ونجيبو شي نقطه زوينه. معايا كذلك احد التلاميذ. منين جيتي بعدا من اين دوار؟ انا من سيدي هاشم البحراوي. جيت دوزت الامتحان اليوم في حوض ابراهيم. نعم. كيفاش جاتك الاجواء؟ الاجواء كانت جد جيده وكان الامتحان في المتناول التلاميذ كلهم عجبهم الامتحان وحنا متاكدين 100% اننا سقطوا العام. الامتحان كان في المتناول وخدمنا شي حاجه تفاجئتوا بديك اللص والكلاب. تفاجئنا بزاف لحقاش ما كناش متوقع لنا ولكن داس صعيب شويه والاساتذه كانوا مزيرين معنا فوق القياس ماشي قاده النقله هو كان في المتناول ولكن كانت الحراسه مشدده بزاف. يعني ما عندك الدور لا هاك ولا هاك واخا كتمن من الورقه بحال ما هكايا تيجي عندك ما صافي المهم كتبنا داك الشيء اللي يعني داك الشيء اللي عارف لا في اللي كتبنا في اللي قالوا لنا الاساتذه و فهمتي في الشرح في الشرح وهذه المهم داك الشيء اللي قالوا لنا الاساتذه كتبناه والحمد لله. الله يحفظك السي العلاوي تبارك الله عليك راك انت خارج من الاولين. الله يكرمك السي العلاوي الله يسهل عليك. تحياتي وراك حنا عارفينك بعدا من الناس ديال الاجتهاد. الله يبارك ماشي من الناس ديال التمر والزبيب وهادشي ديال لا ما كاينش داك الشيء. لا ما كاينش داك الشيء يعني اللي حافظ شي حاجه كيديرها. اللي حافظ شي حاجه يحطها ان شاء الله. وانت كي جاك الامتحان؟ هو في المتناول داك الشيء يعني كان زوين. حنا راه عارفينك كتقرا مزيان. الله يودي السي العلاوي. فكنتمناو ان شاء الله انه ما تخيبش الظن ديالنا فيك وتكون شي نقطه اللي هي مشرفه. غادي يكون خير ان شاء الله غادي يكون خير السي العلاوي والله الا غادي يكون خير. ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا وهذا حيت شفت الناس باقي داخلين وانت تبارك الله خارج. داك الشيء في المتناول داك الشيء على حساب شنو كنت كتوجد في ذاك الايام اللي كنت مريح فيها شنو موجد. سمعنا شي وحدين تيقول لك بلي التمار كلاو التمار وداك الشيء علاه تيخرجوا الاولين شنو القضيه ديال التمر بصح؟ شوف داك الشيء توفيق من عند الله عز وجل ما كاين لا تمر لا فهمت؟ لا ولا كاين كاين تاخذ الاسباب وداك الشيء ولكن التوفيق من عند الله عز وجل وشويه الاجتهاد هادشي اللي كاين. يعني ضروري انه تكون موجد قبال و ضروري ما خصكش تكون موجد وشويه الاجتهاد حتى حاجه ما كتجي هكاك ضروري خصك شويه العمل. يعني راه كيقول لك خاصك تعطيه انت كامل باش يعطيك هو شويه منه. طبيعه الامتحان كي كانت الاسئله في المتناول داكشي اللي قرينا وصافي. يعني ما جاكش سؤال صعيب ولا وراه بطبيعه الحال ديك حاجه سهله وحاجه صعيبه هذا راه هو شي حاجه طبيعيه كتجيك حوج ما بعض الاصدقاء كتشوف راسك من المؤلفات ديالك المؤلفات جاتنا صعيبه كتشوف راسك انك بعض الاسئله كيجيوك راه بحال عمرك قريتيهم بحال الاسئله كيجيوك طبيعيه راه بحال يمول في الدوز فروض وصافي هادشي اللي كاين. المؤلفات جاتك سهله مؤلفات هي هذيك في المتناول المتناول. اذا الرساله ديال التلاميذ اللي ما اجتازوش هذا الامتحان هذا بشكل مزيان اش غادي نقول لك ما عندي ما نقول لهم فهمتي. الله يصاوب الله يصاوب الله ينجي الجميع. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.